عناوين نشرة الليلة: خريطة طريق لداعش والخليفة في رأي الشرع. إذا لم يبايع ما بتتم خلافته ويسقط. قصف سوري على جرود عرسال وسقوط قتيلين. وفي الخاص: البلد العائم سيغرق في الجفاف. بسوى شوي نقتصد باستعمال المياه بكل المجالات. باسيل: لا خيمة فوق رأس النازح. في مكون أساسي بهالحكومة يلي أنا بنتمي له، هالمكون لن يوافق على إقامة مخيمات سورية وشرعنتها على الأراضي اللبنانية. كرة تلفزيون المونديال في ملعب القضاء المستعجل. حق المواطن اللبناني بمتابعة هذه الأحداث هو حق من حقوقه. وفي النشرة: لا تتلفوها في تموز. معنا متلوف، بدي خليهم يجوا يتلفوا، المتارب بده يجي يتلف، لح يتلفوا واتلف حالي معه. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. بين شوطي ألمانيا وفرنسا وحماسة المشاهد لكرة القدم، لا يبقى للسياسة من ملاعب، وإذا وجدت تلك الملاعب فإنها مدرجات بلا جمهور، حيث الأمور مجمدة والبطالة السياسية بلغت أعلى مستوى. وفي الفراغ فإن لبنان يشتغل سياسيا وأمنيا عند فضلات العراق وسوريا، ولا معالجات داخلية إلا لتلك الآتية من بلاد الشام وبغداد. نسد النوافذ أمام تدفق الولاية، نرصد الأمن والخلايا الإرهابية منعا لتحويلنا إلى فضلات، نراقب الأماكن والمناطق الآيلة للسقوط اجتماعيا في البيئة الداعشية، ونحمي الكنائس والمساجد برموش عيوننا، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كشف أنه طلب إلى مجلس الوزراء رفع عديد قوى الأمن إلى 40,000، أي بزيادة 10,000 على وضعه الراهن. سوريا التزمت رفع العديد الجوي عند الحدود، وقصف طيرانها على دفعات مناطق في جرود عرسال، ما أوقع قتيلين وعددا من الجرحى. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارات استهدفت جيوبا للمسلحين في المنطقة، غير أن المصابين كانوا مدنيين على الأرجح. وإذا كان الأمن ملفا للمعالجة، فإن النزوح نزف لم يعرف تنظيما ولا فتح قنوات مع المعنيين لحله. واليوم عقد وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا صحفيا رفض فيه إقامة مخيمات أو تجمعات سكنية لإيواء النازحين، حرصا على صون حقوق اللبنانيين وحماية كيانهم. وقال إن لبنان لا يزال يحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع السلطات السورية، وإن السفارتين تعملان وتتبادلان الرسائل والمذكرات في ملفات مختلفة. وعليه فإننا نرى أن التوصل إلى حل عملي وواقعي وتدريجي لمسألة النازحين يفرض التواصل مع سلطات البلد الذي قدموا منه. اقتراح باسيل موقف مسؤول سبق أن حفزت قناة الجديد على اتخاذه، فالعالم يفاوض سوريا ويلتقيها من فوق الطاولة وتحتها، ولا موجب هنا لاعتماد سياسة النأي بالنفس، لأن ترك هذا الملف من دون حلول سيعد تأجيلا لكرة نار ترتفع وتيرتها مع سخونة الوضع العراقي السوري. أما الاقتضاء بمآثر الرئيس نجيب ميقاتي وخطاه، فإن الرجل كتلة واحدة، فإما أن تقبلوه بما امتلكت أيمانه من نأي بالنفس وقضايا أخرى، وإما أن ترفضوا نهجه ولا تمارسوا الانتقائية بما اتخذه من قرارات على مدى عهده الميمون. 13 ولاية تكون دولة الخلافة الداعشية، فما هي ومن يحق له أن يكون الخليفة؟ تحقيق رشا الكرم.
يا دولة الإسلام يا دولة الإقلام. قسمت دولة ما يسمى الخلافة الإسلامية التي أعلنها تنظيم داعش 13 ولاية، وهي العراق والشام والحجاز واليمن وخراسان وكردستان وبلاد القوقاز والأناضول وأوروبا والأندلس وأرض الكنانة وأرض الحبشة والمغرب. وبحسب خريطة دولة الخلافة فإن هذه الولايات تضم عدداً من الدول الحالية، فولاية العراق تتألف من العراق والكويت، فيما تشمل الشام سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة والأردن وصحراء سيناء. أما الحجاز فتضم دول الخليج الخمس، فيما يبقى اليمن على حاله، وتجمع خراسان دول إيران وأفغانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وتركمانستان وقرغسيا. أما ولاية الكوكاز فتضم جورجيا وأجزاء من أوكرانيا. وقبل استكمال ولايات دولة الخلافة الإسلامية، لابد أولاً من معرفة كيفية تعيين الخليفة وصفاته. النظام الانتخاب الخليفة الإسلام على قسمين، القسم الأول إما بيرشح نفسه، وهيدي عادة البعض منا بيبعد عنها لأنه في عنا نص بينهى أنه الواحد يطلب الولاية، لأنه من طلبها وكل إليها يعني بيتعب فيها، ومن أعطيت له يعني طلبت له أعين عليها. فالكل بيحاول ينطر، لا أنا ما بطلبها خلي تجيني. كيف تجي إذا هم طلبها؟ أهل الحل والعقد. مين أهل العقد؟ مش 3-4 بشارع أو 10-12 بقرية أو مجموعة حبوا بعض بيشبهوا بعض. أهل الحل والعقد هم أهل الفكر والعلم والاختصاص في المجتمع الإسلامي، كانوا بمثلوا بالرعيل الأول قمة المجتمع. يعني عندما يأتي أهل الحل والعقد باختيار هذا الرجل، يعني بيقول للعالم نحن شايفين هيدا أهل أن يكون خليفة، ما بتكتمل خلافته حتى يوقف بالمساجد بيقول خطاب الخلافة تاعته، خطاب دستوري يعني، وبيطلب على أساسه انتخاب عامة الناس، البيعة يعني. إذا لم يبايع ما بتتم خلافته ويسقط. هذا كله وين موجود؟ عندنا بديننا، بإسلامنا. يا ستي اللي عم تشوفيه هذا تزوير. أول شرط حدده النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه نظام الخلافة حيوقف فترة، وفي فترة ما بآخر الزمن ستعود الخلافة، وحدد الصفة اللي أنا بشوفها بقول أنا سمع وطاعة على منهاج النبوة. وأنا هم بسأل كل مسلم، منهاج النبوة شو هو؟ القتل، الدمار، الخراب، رمي الناس بالنار، ولا سيدنا محمد إجا عليه الصلاة والسلام لينقذ الناس من النار، ليحميهم، ليحوطهم بحبه وبعطفه وبحمايته، ليفك الأسير ويطعم الفقير ويمشي مع اليتيم. ما اللي عم نشوفه اليوم؟ فإذا هذا مرفوض، هذه ما أنا خلافي، فأنا هيك نظام لا أبايعه. هذا الخليفة تمتد سلطته أيضا إلى ولاية كردستان التي تضم جزءا كبيرا من تركيا وأطراف إيران على الخليج، كما اقتطعت منطقة الأهواز كولاية صغيرة. كذلك ولاية الأناضول تضم الجزء المتبقي من تركيا، فيما تضم ولاية أوروبا الجزء الأوروبي من تركيا وبلدان بلغاريا ورومانيا واليونان وكرواتيا والمجر والنمسا. دولة داعش امتدت حتى أقاصي أوروبا عبر ولاية الأندلس التي ضمت إسبانيا والبرتغال. أما المغرب فهي الولاية الكبرى في دولة داعش، بينما الولاية الأخيرة فهي أرض الحبشة وتضم السودان وجنوبه وتشاد وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وإفريقيا الوسطى والكاميرون. بالحصيلة سايكس بيكو طبق بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وقسم دول المشرق العربي، فهل تطبق دولة 13 ولاية الداعشية أم تبقى وهما وحلما في أذهان البعض ومخيلتهم؟ رشا الكرم، قناة الجديد. قصف سوري على جرود عرسال يوقع قتيلين. سقط قتيلان سوريان عرف منهما الفتى أيهم ركان حمود البالغ من العمر 14 عاما، وأصيب آخرون بجروح طفيفة من بينهم والده وشقيقه، من جراء قصف جوي شنه الطيران الحربي السوري على جرود بلدة عرسال البقاعية. وأكدت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أنه عند الساعة 8:55 وعند الساعة 10:15 من قبل ظهر الجمعة استهدف الطيران الحربي السوري بعدد من الصواريخ المناطق الحدودية في جرود بلدة عرسال.
وكانت الوكالة الوطنية قد أفادت أن الغارات استهدفت جيوبا للمسلحين في وادي الزمراني ووادي عطا ووادي عجرم، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفي الرحمة والميداني في عرسال. مشاهدينا، قبل متابعة النشرة سننتقل مباشرة إلى قصر العدل للاستماع إلى كلمة مدير عام تلفزيون لبنان السيد طلال المقدسي. مبروك مبروك، هلا برجع بحكيك لو نحن على الهواء. نعم يسبق بالفعل تبلغ رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان الأستاذ طلال المقدسي رد قاضي الأمور المستعجل زلفا الحسن الدعوة المقدمة من بي إن ضد تلفزيون لبنان على خلفية بثه للمونديال في كرة القدم، وذلك لعدم الاختصاص باعتبار أنها ليست صاحبة الاختصاص في الدعوة. تعليقك، شكلك مبسوط بس يبدو أنه هذا الأمر بينسحب على بقية التلفزيونات مش بس تلفزيون لبنان. أول شيء لن يموت حق وراءه مطالب. ثاني شيء، لقد أنصفنا القضاء، مش أنصف تلفزيون لبنان، أنصف كل مواطن في لبنان لاستعادة حقه بأجوائه إلى آخره. بنشكر القضاء، بنشكر الإعلام، بنشكر المجتمع المدني، بنشكر الجميع الذي أزرنا في هذه القضية الحقة والمحقة. تلفزيون لبنان لم يقم إلا بواجبه الذي من أجله قد أنشئ. رح تقوموا انتو شيء بدعوى مضادة من بعد ما قال لها هيدا منتركه للمحامين يلي منشكرهم بنوع خاص، ومنشكر وزارة الاتصالات يلي قامت بجهد جبار، ومعالي وزير الإعلام يلي أزرنا بهذه القضية. وأردد شكرا للإعلام وللمجتمع المدني لأنه أجمع على هذه القضية، وهذه قضية محقة، وقد أجمع اللبنانيون جميعا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ولا أقصى البقاع في دعمنا، لأننا أمننا لهم حقهم وسندافع عن حقهم، لأن تلفزيون لبنان هو تلفزيونكم. وشكرا جميعا. شكرا أستاذ طلال. دهمت قوة من شعبة المعلومات بعد ظهر اليوم أحد أحياء منطقة طريق الجديدة وقطعت عددا من الطرق بعد الاشتباه في سيارة مفخخة عند مستديرة الملعب البلدي باتجاه مطعم الصوصي جامع عبد العزيز، واستعملت في عملية البحث الكلاب البوليسية. ليتبين لاحقا أن السيارة خالية من المتفجرات، وأشارت معلومات أمنية للجديد إلى أن عملية الدهم أسفرت عن توقيف مطلوب فلسطيني، فيما لا يزال البحث جاريا عن مطلوبين آخرين وعن سيارة جيب بيضاء يشتبه في أنها مفخخة. إتلاف الحشيشة في العاشر من تموز في الوقت الذي تعلو أصوات سياسية واقتصادية وإعلامية وأكاديمية لتشريع زراعة هذه النبتة، والمزارعون يتوعدون بالقتال. بعدما أنفق مزارعو الحشيش الأموال هذا العام على حقولهم آملين أن يجنوا مدخولا ماديا يكفي حاجاتهم البسيطة وحاجة عائلتهم في بداية فصل الشتاء، ها هم الآن يواجهون اللازمة السنوية ألا وهي إتلاف حقول الحشيشة. التقينا مجموعة من أصحاب الحقول ذات المساحات الضيقة من آل حمية الذين يمثلون نموذجا لحالة الاستياء العام. ما أنا متلوف ومتلوف، ساعتها لكل حادث له حديثه. ما أنا متلوف، بدي خليهم يجوا يتلفوا، المتار بده يجي يتلف، رح يتلفوا واتلف حالي معه. يعني أنت كم دنم حشيش عندك؟ عندي 30 دنم حشيش، يعني أنا أخرى مزارع بمزارعين الحشيش، عرفت شو هو؟ 50 دنم. وهلا تناي عم بسحب لهم مي مسيفة 4 كيلومتر بدي أصيهم. إذا وجد مي؟ إذا زبط عم نحيه. طب 50 دنم قد ايه بتطلع بالسنة كده؟ بيعملوا لي 70-80 ألف دولار بالسنة. يعني بسجل الاولاد بالمدرسة وبمشي ايدي للدولة وبعيش يوماني نضاف، وإذا اجت الدولة بلا تدفعني ضريبة، سعة الكهرباء بدفع لي، سعة الماي بدفع لي. كان عندي كلهم عم بتلاقوش 15 دولار. يعني قد ايه بتطلع؟ بيعملوا لهم 20-25 ألف دولار إذا انشغلوا وعملوا أدوية. إذا تلفونا معهم يعني يجوا يحطونا يعلقوا لنا مشينة أهون عليهم بصير.
ما يتلفوا الحشيش، عم يتلفوا شعب. ألغم الأرض بالمتفجرات، راح أضرب بالسفن، راح بالهيوين، ما راح خلي حدا من شرح أحسد حصيدة. ده أنا الختيار ابن السبعين سنة، أو المتحمسين الشباب أو انتحارية بدهم يروح. بدي أربط الطريق وروح على داعش والنصرة، لأنه وقت اللي بدهم يمصوا لنا دمنا ويسرقوا لنا حياتنا وهن يسرقوا هالميل ويرجعوا يقولوا نحن ربكم الأعلى، ماش رح نقبلها على حال. خميني لهذا الشاب قصة استثنائية وأسباب عاطفية بحتة. اسمك خميني؟ ايه نعم. وعندك حق الحشيشة؟ ايه. ايه كيف ظابطة؟ تزبط، لأنه الخميني أبي سرقش والخميني أبي شلاحش وأبي تعديش أموال الناس، بفضل يزرع بالنبت اللي خلقها ربيك لا يعتيش هو. كم دنم عندك؟ حركة 40 دولوم، يعني طالع لي منهم بالحركة 20 مليون ليرة مش أكثر. كل هيدي الحال إيه بعد يمكن حاجة. كم يوم نلاقيها انتلفت كلها، يعني انتلفت عائلي بكمالي. أنت عندك كم ولد ليه؟ أنا لحد هلا بعد ما تجوز. ليه ما مجوز عندك حق؟ لي لي سبع سنين حب بوحدي من الفقر مش عارفين يجيبي. عندك أنت عندك حق الحشيش وما فيك تتزوج. يعني طب حق الحشيش السنة زرعناه، هاي أول سنة بنزرع حق الحشيش لنغيمر بهالحياة. بعد ما شلت من حق الحشيش صرت مكلفني قد ما رجعي حق الحشيش. يعني خميني بنفهم أنك أنت توجهت للحشيش حتى تتزوج خطيبتك اللي بتحبها. صحيح مزبوط هالشيء، وإذا ما طلعت الحشيش ما خدتيش بناو. يعني إذا تلفوا لك الحشيش ما حد. تلفت حياتي فيه. وبطل في حب وانتهى العاشق كمان. كل ما يتمنونه جميعا وبلا استثناء ألا يجدوا أنفسهم في مواجهة أبناء دولتهم من جيش وقوى أمنية. بعد أن وصل ارتفاع الحشيشة إلى هذا العلو وعدت الدولة اللبنانية بإتلافها بعد أيام. في المقابل يتوعد أصحاب هذه الحقول بالمواجهة المسلحة، فهل يعجل بقوننة زراعة الحشيشة قبل سفك الدماء؟ من داخل حقول حوش سنيد، يمنى فواز، قناة الجديد. أزمة جديدة يمر بها لبنان، الجفاف يضرب ويتفاقم في الأشهر المقبلة في ظل غياب الخطط الاستباقية. تحقيق رنا حلبي. ما عادت أزمة المياه خافية على أحد، فشوارع المدينة تغص بصهاريج المياه المرخص لها وغير المرخص في مشهد ينذر بكارثة لم يشهدها لبنان منذ عشرات السنين سوف تتفاقم في الأشهر الثلاثة المقبلة. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعمل منذ آذار المنصرم لحفر سبع آبار جديدة، ولكنها لن تكون كافية لتلبية حاجات مليوني شخص في العاصمة وجبل لبنان، وطلبت من المواطنين الإسهام في تخفيف وطأة التقنين بالحد من الهدر وبضبط استهلاك المياه، على أن الأزمة كانت منتظرة خصوصا مع شح الأمطار وعدم تراكم الثلوج. الحقيقة نحن رفعنا الصوت من شهر ثلاثة، من شهر أدار، وتألفت لجنة الطوارئ برئاسة وزير الطاقة والمياه، بس الوزارات الأخرى ما تجاوبت معه. رجعنا يعني بناء لتوصية منا مجلس وزراء من حوالي شهر ونص أو حتى شهرين، ألف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية ست وزراء. لم نلمس حتى الآن أي أمر يعني بهذا الاتجاه، أمر عملي يعني. وفي انتظار اجتماع الأربعاء المقبل الهادف إلى محاولة تخفيف وطأة الأزمة، يقترح النائب محمد قباني الانتقال إلى ري بالتنقيط ومنع زراعة الخضر التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، علما أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 70% من المياه العذبة. واقترح أيضا التوقف عن تنظيف الشوارع وغسيل السيارات. لما يقضوا دوش اللبنانية خليهم يقضصدوا شوي، يعني نحن مش مثل الأمريكان بيعملوا بياخذوا دوش مرتين بالنهار، الفرنساوية مرة بالجمعة، فنحن ما تغزيني بدي هلا بيزعلوا الفرنساوية، إنه نحن بيسوى شوي نقتصد باستعمال المياه بكل المجالات، بغسل الصحون والجليات وسوى ذلك. هكذا بات على اللبناني أن يعيش في إطار معادلة لا ماء لا كهرباء لا رئيس، وآخر المعادلة أقلها صعوبة. سقيني شوية يا صبي من مية لبنان، هذا ما كان يطلبه الحبيب من حبيبته وفقا للأغنية القديمة. أما بعد الأول من آب فعليه أن يبحث عن طلب أكثر سهولة بعدما تحول بلد المياه كما تقول الأغنية أيضا إلى جدول لا ماء فيه. رونا حلبي، قناة الجديد.
ملف النازحين يثير جدلا بين وزراء حكومة المصلحة الوطنية. أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنه لن يوافق لا هو ولا فريقه السياسي على إقامة مخيمات للنازحين السوريين في لبنان، وأن الاتفاق كان على إمكان إقامة هذه المخيمات داخل الأراضي السورية أو على الحدود السورية اللبنانية وليس في الداخل اللبناني. الحكومة السلامية قررت أنه ما تأخذ شيء إلا بالتوافق، وهي مقررة أنه المخيمات بيكونوا يا داخل سوريا يا على الحدود بين سوريا ولبنان. إذا بدها تقرر أن تعمل مخيمات داخل لبنان بدأ هذا موضوع بعتقد كتير كبير وبده توافق، وعلى الأقل في مكون أساسي بهالحكومة يلي أنا بنتمي لقله هالمكون لن يوافق مهما زادت الضغوط ومهما زادت الصعوبات، لن يوافق على إقامة مخيمات سورية وشرعنتها على الأراضي اللبنانية. الفكرة يلي بتقول أنه اليوم في عنا 1300 مخيم عشوائي، ما عليه خلينا نعملهم 100 وكل واحد فيه 10,000، يعني عم نعمل 100 بلدة سورية بقلب لبنان. وفي اتصال ببرنامج الحدث أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن لا مشكلة بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل، وأوضح أنه يؤيد اجتهاد بعض اللبنانيين القائل بإقامة مخيمات للنازحين السوريين في لبنان، لكنه لفت إلى عدم إمكان تطبيقه في ظل الرفض الذي يواجهه. أنا بقدر أقول لك بيننا وبين الحكومة السورية ما في أي مشكلة. كيف يعني؟ إذا كان أي سوري بده يرجع إلى لبنان سنسهل له رجوعه، حتى ولو أدى ذلك إلى إعفائه من الرسوم، وهذا أمر هين جدا. الأبعد من ذلك، أنا مشكلتي مش مع السوري اللي بده يرجع، أنا مشكلتي مع السوري اللي ما بده يرجع صحيح، والذي يخشى أنه يروح على سوريا. شو بتقدر تبون عليه الحكومة السورية؟ وأكد درباس أن لا مشكلة مع الحكومة السورية، وأن لا موقف سياسيا للحكومة اللبنانية من هذا الصراع. أهلا بكم من جديد. رد قضاء الأمور المستعجلة منذ بعض الوقت الدعوى المرفوعة ضد تلفزيون لبنان على خلفية نقل مباريات المونديال، ورئيس مجلس إدارة تلفزيون طلال المقدسي يشيد بالخطوة. لن يموت حق وراءه مطالب. تاني شيء، لقد أنصفنا القضاء، مش أنصف تلفزيون لبنان، أنصف كل مواطن في لبنان لاستعادة حقه بأجوائه إلى آخره. نشكر القضاء، نشكر الإعلام، نشكر المجتمع المدني، نشكر الجميع الذي أزرنا في هذه القضية الحقة والمحقة. تلفزيون لبنان لم يقم إلا بواجبه الذي من أجله قد أنشئ. رح تقوموا أنتوا شيء بدعوى مضادة من بعد ما هلا؟ هيدا منتركه للمحامين يلي منشكرهم بنوع خاص، ومنشكر وزارة الاتصالات يلي قامت بجهد جبار. وكان قضاء العجلة استمع إلى المقدسي في جلسة صباحية. تابعت قضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفى الحسن النظر في دعوى شركة بي إن على تلفزيون لبنان في شأن بث مباريات كأس العالم، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع عن تلفزيون لبنان الذي حضر إلى جانب رئيس مجلس إدارة التلفزيون طلال المقدسي في وجه محامي الدفاع عن الشركة القطرية، واستند الدفاع إلى أن ليس هناك أي حق حصري يعلو على حق اللبنانيين في مشاهدة هذا الحدث الاستثنائي، في مقابل إصرار الادعاء على أن ما قام به تلفزيون لبنان غير قانوني ويهدر حقوق الشركة صاحبة التوكيل. حق المواطن اللبناني بمتابعة هذه الأحداث هو حق من حقوقه، وما قام به تلفزيون لبنان هو تأمين هذا الحق. زيادة على ذلك، استغلال هكذا أحداث لابتزاز المواطن اللبناني بهذه الأوقات العصيبة شيء لا يمكن أن يستسيغ عقل إطلاقا. وحضر الجلسة الوزير السابق شرب النحاس ووكيله المحامي نزار صغي بصفته ممثلا لحقوق المواطنين المتضررين من عدم قدرتهم على مشاهدة كأس العالم. في ذكرى رحيله الرابعة، السيد محمد حسين فضل الله رجل حمل مشعل الوحدة الإسلامية والانفتاح على الآخر. لأنني أريد أيها الأحبة أن أقدم خط أهل البيت للعالم بطريقة حضارية، لا بطريقة خرافية ولا بطريقة المتخلفين.
هذه هي الصورة التي لطالما أحب السيد محمد حسين فضل الله أن يظهرها عن الدين. تحدث عن الخرافيين وكأنه كان يرى أمامه دواعش عصرنا، فهو لطالما كان المرجع السابق لعصره بأفكاره وفتاويه. إنكم تفكرون بالحاضر وأنا أفكر بالمستقبل. وهو كان أكثر الداعين إلى الوحدة الإسلامية. سأبقى مع خط الوحدة في داخلنا ومع خط الوحدة الإسلامية في الواقع الإسلامي. كان دائماً بيقول عليكم أن تخرجوا من الكهوف، من المغاور التي تعيشون فيها، اخرجوا إلى الفضاء، إلى الهواء الطلق، إلى الشمس. كان يشعر بضرورة أن يكون المجتمع عقلانياً، مجتمع يفكر حتى لا يأخذ به أحد إلى حيث يريد. التقوى السياسية هي أعلى مراحل التقوى. ليش؟ لأن السياسة تمثل مصير الناس. كان يقول أن تكون مسلماً أن تكون إنساناً، أن تكون إنسانيتك في إنسانية الآخر، هكذا تكون مسلم. وهذا اللي جعله يدعو في السياسة إلى دولة الإنسان. كذلك بالفقه تراه أنه يعتبر مش بس أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الإنسان على الإنسان حرام دمه وماله وعرضه. ولو كان بيننا اليوم لشكلت مواقفه جسر عبور لحل قضايا عدة نمر بها على الصعد الدينية والسياسية والاجتماعية. كان يخاطب عقل الآخر، لهذا حتى لو اختلف معه الآخر كان يحترمه. سوف أبقى ما دامت في العمر بقية، سوف أبقى مخلصاً لكم في أن أكون الصادق معكم. رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة يرد على مبادرة رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشيل عون. رأى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة أن طرح النائب ميشيل عون إجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب يجب أن يكون بته مبنيا على قناعات عامة لا على طروح وطموحات فردية. كلام الرئيس السنيورة جاء خلال رعايته حفل الإفطار السنوي الذي أقامته جمعية جامع البحر الخيرية في صيدا. إن الطروحات السياسية التي أثارها البعض في الأيام الماضية والداعية عمليا إلى صرف النظر عن انتخاب رئيس الجمهورية والالتهاء بدعوات إلى انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب على مرحلتين تعني في المحصلة تغيير النظام السياسي اللبناني الذي دفع اللبنانيون من أجل إنضاجه أثمانا فادحة وصولاً إلى ما تحقق في اتفاق الطائف. وبالتالي فإن أي تفكير بالتغيير والتعديل في النظام السياسي بشكل ارتجالي ومتسرع من شأنه تعقيد الأمور أكثر من وضعها على طريق الحل. السنيورة زار مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية في صيدا واطلع على أحوال أكثر من 400 طفل وفتى مشاركين في معسكر مؤسسة ريال مدريد التدريبي الرياضي بكرة القدم. هلا مع البرازيل. لا والله لا لا في احلى من العالم. على الاحلى طبعا. بس انا شفت اللي اول شيء الحقيقه يعني كثير انبهرت بالاداء تبع الجزائر. حلو خصوصا بالشوط الاول يعني كان مبهر الحقيقه، حتى حتى بالنسبه مع المانيا ضاغطين منيح مع المانيا كثير. بعدين يلي عجبوني الهولندي. السنيورة اكد للفريق الاسباني تعويله ان تشجع زيارتهم الشبان اللبنانيين على التقدم. أهلا بكم من جديد. في فلسطين مسيحي يروي ظمأ المسلم في شهر رمضان عند أذان الإفطار. تقرير نزار حبش. عطش الصيام في فلسطين يرويه الشاب المسيحي خليل كوع، فبعد الأذان مباشرة ينشغل خليل بتوزيع الماء والتمر
لكل من تأخر على وجبة الإفطار في شوارع مدينة نابلس المحتلة في مشهد يعكس التعايش وحب الآخر. نحن هون بلد واحدة، شعب واحد، فيش عندنا العنصرية ولا التفرقة الموجودة عند أي محل تاني. فلسطين بيختلف كل شيء، أنا من جواتي هيك، أنا متربي هيك، بيئتي هيك. في زمن الطائفية والتمييز على خلفية الدين والقتل على الهوية الذي يشوب بعض البلدان العربية، تعيش نابلس مدينة الشهداء تعايشا بين أبنائها، وتجمع تحت سقفها المسلم والمسيحي والسامري بتراثهم الحضاري وأماكنهم المقدسة. لما بشوف أنا شباب مسيحية بيوزعوا تمر طبعا تشتد العلاقة أكثر، وبحبهم أكثر، وبصير الارتباط الأسري أكثر. مش مسلم مسيحي، كلنا أهل، كلنا عيلة واحدة، شو هذه التفرقة؟ فيش تفرقة عنا. وتشهد نابلس الملقبة بجبل النار هجرة مسيحية كبيرة، إذ انخفض العدد إلى 650 مسيحيا بعد أن كانوا أكثر من 10,000 مواطن عام 48. أنا كنت هون بسنة 80 كخوري، كان 3,000 نسمة مسيحيين، هلا 650 مسيحي. مش هجرة قصرية دينية، وإنما هجرة سياسية اقتصادية. ويعيش في العاصمة الاقتصادية لفلسطين وقراها قرابة 320 ألف مواطن، وتشتهر بالصناعات المحلية اليدوية. أما بلدتها القديمة فتشبه بدمشق العتيقة في أقدميتها وأصالتها وحب أبنائها وبناتها للتعايش والانتماء. لا يسعى خليل إلى ربح أو جزاء، جل همه أن يبقى المسيحي والمسلم في خندق واحد في مواجهة مع العدو الصهيوني. فكما يقولون الدين لله والوطن للجميع. من مدينة نابلس المحتلة، نزار حبش، قناة الجديد. وفي الخبر الأخير، نجا شاب بولندي من موت محقق حين مرت عجلات سيارة فوق رأسه. وفي التفاصيل، أن الشاب جيريك سواكيو البالغ 25 عاما نام على الرصيف من تأثير الخمر، وحين كان أحد السائقين يركن سيارته ويعود بها إلى الخلف، ارتفع مؤخر السيارة لمرور العجلة فوق رأس الشاب، فتوقف السائق ليرى ما حدث، وفوجئ به نائما تحت السيارة. وقد أكدت الشرطة أن الشاب لم يصب إلا بخدوش بسيطة. وفي ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة خريطة طريق لداعش والخليفة في رأي الشرع. إذا لم يبايع ما بتم خلافته ويسقط. قصف سوري على جرود عرسال وسقوط قتيلين. في الخاص، البلد العائم سيغرق في الجفاف. بسوى شوي نقتصد باستعمال المياه بكل المجالات. باسيل لا خيمة فوق رأس النازح. في مكون أساسي بهالحكومة يلي أنا بنتمي له، هالمكون لن يوافق على إقامة مخيمات سورية وشرعنتها على الأراضي اللبنانية. كرة تلفزيون المونديال في ملعب القضاء المستعجل. حق المواطن اللبناني بمتابعة هذه الأحداث هو حق من حقوقه. وكان في النشرة، لا تتلفوها في تموز. معنا متلوف، بدي خليهم يجوا يتلفوا، المتاري بده يجي يتلف، رح اتلفوا واتلف حالي معه. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.